ناصر ماهر، ناصر ماهر وايضا محمد شريف، برضو كلام كتير جدا على انهم خلاص هيمشوا من النادي الاهلي وقريبين، مش عارف ناصر ماهر قريب من سموحه ومحمد شريف قريب من انبي. الملف ده بالتحديد الاثنين اللعيبه دول وضيف معاهم بنسبه كبيره هشام محمد، تمام، مع اداره التعاقدات بالنادي الاهلي. خلاص الموضوع مع اداره التعاقدات، مع امير توفيق مدير اداره التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي. ملف اللعيبه اللي بقول لحضراتكم عليهم الاسماء، ناصر ماهر، محمد شريف، الملف بتاعهم دلوقتي مش مع الجهاز الفني، خلاص خلاص مش مع الجهاز الفني، مع امير توفيق مدير اداره التعاقدات. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان في عروض للاثنين لعيبه، كلام مش غريب على حضراتكم، عارفين ان في عروض طبعا. ومعنى كده ان النادي الاهلي بيتفاوض بشان الاثنين لعيبه دول بالتحديد في اتجاه الاعاره، في اتجاه الاعاره. الملف بالكامل خلاص مع الكابتن امير توفيق مدير اداره التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي. ضيف ليهم هشام محمد نسبيا يعني حتى هذه اللحظه. هتقولي طب حسين السيد؟ لا، حسين السيد لسه كلام شويه عليه. حسين السيد الموضوع لسه فيه كلام كتير، لسه النادي الاهلي ما استقرش بشكل كبير، او الجهاز الفني ما استقرش بشكل كبير على موقف حسين السيد اللي تم الاستقرار عليهم بشكل كامل خلاص. وده برضو طبقا لمعلومات احنا بنقولها لكم من خلال التواصل مع مدير الكره بالنادي الاهلي.